السلام عليكم بيطا. السلام اخي. السلام خوتي في الله. السلام عليكم. واقعه شنقول لك، كنا ناس عاديين بخير وعلى خير. كان عندي هذاك الايفون 11 عندي في بيتي هنايا، جاب الله بيتي جا لداخل في الدار ناعسه، درت الشارجور كانت فيه 3% التليفون، نعس بكري مع ديك العشره بحال هكا ناعسه بشويه، بحال ربي حل لي عينيا، ما حسيت بعافيه، ما حسيت بشياط. حليت عينيا لقيت العافيه شاده في الماطلة، وسرحات في البيت الاخر وشاده في ديك الماطلة ديال البونج والروسولات، ما عرفتش باش تبليت. صافي خشيت رجليا، فاش تحرقت من رجليا لتحت فراشه ديال رجليا، صافي خشيت رجليا وشدت لي شويه في شعري مع ديك الخلعه، طفيت شويه مع بقيت بيديا ودرت في الحيط بحال هكا طفات، يلا قاسني العافيه. صافي وانا رجعت فكرت البوطه الصغيره كانت عندي، جريتها لحتها للكولوار حتى خرجت الباب، تنقول ماما نوضي 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 العافيه، هزيت ماما هزيت كل شي، تنغوت تندق على الجيران هابطين حفيانين عريانين، العافيه دات كل شيء. رجال المطافئ ما جاو حتى عياو الدراري بهذوك لي بومبا الصغيورين اللي كاينين في الموبيل وهذا، ولي تيطفي بمانطا والو، مشى كل شيء. من الاسباب اللي شعلات لك الحرق هي الشارجور. كما قلتي لينا قبل ما نسجلوا معاك ان الشارجور كان عندك واحد دوريجين خارج مع التليفون. التليفون لان خسر لي هذاك ما بقاش شي شارجي، خاصني واحد. ملي مشيت شريته قال لي راه بحال الدوريجين، هو شارجور ماشي دوريجين، هو اللي دار في هذه الحاله. حد ديجا فاش بغيت نعس لقيت التليفون فيه 3% الايفون، اش درت؟ شفت شويه، راك عرفت شفت شويه وفيا صافي، حطيت التليفون كيما والفه تنحطو ديما فوق البونج ما بين البريز والبونج. العافيه شدت، انا منين حليت العافيه لقيت شاده في البونج في بلاصتي، وشدات في الريدوات وهذا هي فاش ضربت هذا البيت. صافي بقات غاده ضاربه هنا شاده في العود، لان كان عندنا العود بزاف، كان عندنا هذا شدات في العود البونج والعود دات كل شيء، وعافيه بركانيه. بالنسبه دابا شكون اللي ساكن في الدار؟ كاينه انا وماما، كاينه انا وماما، وانا هي السند، انا هي كل شيء، وانا دابا 80 عام، راه كاينه عند الجيران في هذا في ليطاج الاخر، منين جاره الله يعمرها دار هي اللي هزات لي امي. انا هادشي علاش درت وما بغيتش امي، يعني 80 عام على اخر يا ما فهمتي، بغيت ما بغيت لا بغيت شي حد يشوف هاد الحاله ويعاونني، انا بوحدي ما عرفتش منين نبدا، عرفتي شحال كنت الاتات شحال الخناشي وباقي الشيء البيت ما خواش. المخلفات اللي خلات الحريق هو تقريبا الدار كلها كما شفنا كلها محروقه، ما خلات حاجه، ما خلات والو والو. كما قلتي لينا سبحان الله بقى لك غير القران. ها هو نوريه لكم. ما تحرقش ايه الله واحد ولا ها هما هانت ما خوتي، هذا آية قرآنية لآية الكرسي، هذا المصحف حتى هو، هذا كاع الآيات والسجادات، وبقات لي هاد العباية، هاد العباية اللي تتشوفوها وهاد الفولار هي اللي ستراني دابا. تقريبا دابا معاش وقعت الحريق. المهم أنا نعس مع تكون كاع نقول لك 12 ونص الليل كنكون شي محروق، كان هنا البوليس والأمن هذاك الشيء ديال الأمن وداك الشيء دوك ديال العيد كل شيء البومبيه اللي ما هما اللي جاوا معطلين مشى كل شيء. تنحمد الله اللي ما قاسوش البوطات في الكوزينه غير غير الحموم، راه بدا ضربوا السيركوي ديال البريزات اللي هذاك الانستالاسيون، ولكن كون وصلوا البوطات كان الموبيل كله. وسلكت الناس، سلكت امي وهبطت الناس وهبطنا حفيانين عريانين، ما تنكسب حتى حاجه، كل شيء تحرق، ذهبي فلوسي كانت عندي 4 المليون مابقاش فيها، منين ربي بعدا انا حل لي عيني، كون ما تحلاتش عيني يا خوتي، كون انا وسط ديك الناموسيه البونجور كون انا حتى انا دايبه. وتنحمد الله، ولكن انا بغيت امي ما ما عندها حد من غيري فهمتي. دابا سمعنا قلت انت عايشه انت والام ديالك، شنو شي عائله؟ دابا كلشي مشى ليا في التليفون، يلا ما عندك اوكان كونتاك، يلا تنعلموا حنا باقيين، يلا العائله من فراسهم تقريبا تقريبا، يلا عائله وحده على ما يتجمعوا. انا ما شكون شكون يعني النوامر لي زاجوندا كلشي تحرق. بالنسبه لشي عائله قريبه هنا ولا لا؟ كلشي كبير هنا، ما واحد خالي مسكين فيه الزهايمر فهمتي، ما نزيدوش همتي انايا. هاد الناس اللي ساعدونا، هاد الجيران ديالك وليد هاد العائله، هادو هما حبابي اللي هزوا لي امي. اما انا تنبت هنا، تنبت هنا لان الباب راك شفتوهم وكل ما كايناش لا سيغيغ، خاصني انا نكون. وانا تقهرت اخويا جدير هذا، ما عرفتش انا منين نبدا الدار هادي، انا ما فهمت والو.
دابا الغريب في الامر ملي جينا عندك انت عندك شكوك في الجاره ديالك كما قلتي لينا الجاره. واش هو داك الشيء هذيك خليها لا يفلح الساحر اما الشارجور هو اللي كان سبب اما هي دارت شو خلي الله يخلص كل واحد هاتنا. سمعنا ايضا ان البارح هي كانت خلطه الشعبيه. اه الناس شافوش يقولوا حشومه وفرحانه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الرساله ديالك باش توجه للمغاربه اليوم؟ تنوجه للمغاربه يحضيو وليداتهم البوطه الصغيره الشارجور ما يخليوش الشارجور ما يحطوش فوق الفراش ما يحطوش فوق الفراش فوق شي حاجه فوق رخامه وياك فوق فراش ولا سداري ولا بونج ولا كنابي ولا لا خويا ولا اختي. بالنسبه للناس اللي شي شارجور شي كيف ما كنقولوا ولا شي شارجور شي اسمينا ومالقى عندي الايفون دوريجين الشارجور اللي مشى ليا كلشي لي كونطا ما بقى يعني دابا انا ما بقيتش هذيك الورقه اللي تثبت شكون انا هي ديك الورقه اللي خرجت جاب الله ماما هي اللي عندها لاكارت بقات لها في البينوار ما اكس ديك الورقه اللي خرجت من السلطات اللي جاو داروا الكوستا ولي كوستاتور ديال الحار هي اللي مشيت خرجتها من السيزيام وانا محروقه تنتجر لا حنين لا رحيم او انسان عايش بخير وعلى خير ولكن انا تنقول قدر الله يعني حنا باش مسلمين بخيره وشره